وبشأن تقرير منظمة العفو الدولية عن تضاعف معدلات أحكام الإعدام في العراق، ينضم إلينا عبر سكايب من عمان الباحث القانوني في المرصد الأورو متوسطي عمر العجلوني. أهلا بك معنا أستاذ عمر. أهلا وسهلا فيك. حياكم الله أستاذ عمر. يعني فيما يبدو أن الموت محتوم على من تسوقه الأقدار للوقوع بيد القوات الأمنية، فأحكام الإعدام تتزايد في الفترة الأخيرة كما تعلم. يعني السؤال هنا، إلى أي مدى ترى أن هذه الأحكام تصدر عن محاكمات يتوفر فيها معايير العدالة؟ مرحبا بك وبمشاهدي قناة الرافدين. فيما يتعلق بتوافر معايير العدالة في مثل هذا النوع من المحاكمات، فإن هناك شكوكا كبيرة تدور حول إلصاق التهم الكيدية بالعديد من المواطنين، وخاصة في التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، بالإضافة إلى أنه في حالات عديدة يتم إرغام المواطنين على الاعتراف بتهم لم يقترفوها، وذلك يأتي نتيجة لتدخل العديد من الجهات للضغط على السلطات العراقية، ولا سيما أن هناك شواهد حديثة على هذه السلوكيات، ما يشير إلى أنه نهج متتابع، وما يعزز هذه الشكوك ضعف الرقابة على عمل السلطات الحكومية وغياب المحاسبة الحازمة. ونحن في المرصد سبق وأن اطلعنا على حالات تم فيها إلصاق تهم كيدية عوقب أصحابها بتهم بأحكام وصلت إلى الإعدام، وهم كانوا ناشطين سياسيين. نعم، في مثل هذه الحالات من المسؤول عن الرقابة للسلطة القضائية؟ المفروض أن مجلس القضاء الأعلى أو وزارة العدل هي المسؤولة عن أن تراقب على كافة الإجراءات المتعلقة من الاحتجاز ومن التوقيف ومن إحالة التهم، لكن المشكلة أن هناك جهات خارجية وهي محسوبة على قوى الدولة تتدخل في عمل السلطة القضائية، وعن طريق المخبر السري في بعض الأحيان، وبعض الأحيان عن طريق إلصاق التهم الكيدية، يصل الأمر إلى الاتهام بالإعدام. تقرير لمنظمة العفو الدولية أكد أن نسب الإعدام في العراق زادت بمقدار 3 أضعاف عما كانت عليه في العام الماضي. حقوقيا ما الذي يعنيه هذا التزايد في نسب الإعدام بهذه الوتيرة الكبيرة حقيقة؟ في حقيقة الأمر تضاعف أعداد حالات الحكم بالإعدام من 27 حالة في عام 2020 إلى 91 حالة في عام 2021، بالتزامن مع انخفاض حالات عمليات الإعدام المنفذة من 45 إلى 17، يشير إلى أن الحكومة العراقية لا تسير وفق منهجية واضحة في تعاملها مع هذه الظاهرة، وخصوصا أن الحكومة العراقية تقر بوجود 11,595 محتجزا لديها مدانا بالإعدام. هذه الإحصائية كانت حتى شهر تشرين الثاني لعام 2020. هذا الرقم يدل على أن 30% من المحتجزين في السجون العراقية هم محكومون عليهم بالإعدام، وهذا رقم كبير جدا. ومن المهم في هذا المقام أن نشير إلى أن عدم تنفيذ حكم الإعدام لا يعني انتهاء معاناة المحكوم، حيث أنه يبقى في حالة من الخوف الدائم خشية تنفيذ الحكم بحقه في أي وقت. نعم، برأيك يعني لماذا توقف الحكومة تنفيذ هذه الأحكام مع إيجابية طبعا إيقاف هذه الأحكام ولو بشكل مؤقت أو تأجيلها؟ ما الذي يوقف الحكومة؟ هل تخشى شيئا من التنفيذ أم ماذا؟ أحيانا تتعب الظروف السياسية، وخاصة نحن نتحدث في العام الماضي كان هنالك انتخابات وهناك شبه تجميد للعملية السياسية، هذا يؤثر على تنفيذ الأحكام. ولكن يعني هنالك يعني البعض يشير إلى أن ارتفاع حالات الحكم بالإعدام يرجع إلى أن العمل مرفق القضاء عاد إلى طبيعته بعد أحداث الكورونا. هذا ممكن أن يكون سبب من الأسباب في التفاوت، ولكن المهم في هذا المقام أن لا توجد منهجية واضحة للتعامل مع هذا الملف، وخصوصا أن نتحدث أن ثلث المحتجزين تقريبا هم محكومون بالإعدام، هذا رقم يعني عالي جدا. نعم، هيومان رايتس ووتش عبرت سابقا أيضا عن صدمتها من وجود 25,000 محكوم بالإعدام. يعني ألا تحرك هذه التقارير التي ترصد أعدادا غير مسبوقة من الإعدامات، ألا تحرك لربما المجتمع الدولي للضغط على الحكومة لوقف المجازر المتخفية حقيقة بلباس قانوني؟ يعني لا شك بأن المجتمع الدولي عليه أن يقوم بدور أكثر فعالية فيما يتعلق خصوصا بالضغوط التي تمارسها بعض الجهات من أجل التأثير على منظومة العدالة في العراق. وإن هذا الارتفاع الهائل
في أعداد المحكومين بالإعدام يؤشر وبشكل واضح وجلي إلى حاجة العراق لدعم المجتمع الدولي في هذا الملف تحديداً، وأن هذه التقارير الصادرة على منظمات حقوق الإنسان الدولية توثق هذه الحالات، وهذا التوثيق سيكون له دور بارز في تحديد أوجه القصور ومعالجتها إذا ما كان هناك خطوة جدية من أجل حل هذا الملف بشكل حقيقي. أيضا إلى أي حد لربما يعكس تضاعف أحكام الإعدام حالة الانتقائية القانونية التي يعيشها العراق في ظل تنفيذ الأحكام على أهالي محافظات بعينها برأيك؟ في حقيقة الأمر لا يمكننا أن نجزم بأن هناك تنفيذا يقتصر على أهالي محافظات بعينها، والسبب في ذلك يعود لغياب المعلومة الدقيقة الشاملة، ولكن أعتقد أن المهم اليوم هو حل هذه المشكلة بشكل جذري بعيدا عن الهويات الفرعية للمواطنين. وأود أن أشير أننا في المرصد وثقنا عشرات حالات الإعدام خارج القانون من قبل قوات غير حكومية بحق مدنيين أبرياء ومتظاهرين سلميين من مختلف المحافظات، وهذه الحالات لا يتم تسليط الضوء عليها بشكل كبير، لأنها يعني تشكل أمرا آخر، خاصة نتحدث عن حالات تنفيذ فوري وإعدام ميداني، وهذا الأمر بحاجة إلى يعني تركيز أكثر من ذلك. يعني كما تعلم أغلب دول العالم تطالب الآن بإلغاء عقوبة الإعدام بينما تتضاعف هذه العقوبة وأحكامها في العراق. برأيك ويعني من باب أنك باحث قانوني، عفوا، ما هي السبل لوقف هذه الإعدامات نهائيا في العراق؟ يعني علينا أن نبدأ بخطوات تدريجية خطوة فخطوة، يعني وفي المقام الأول يجب إعادة النظر بالأسس التي يتم بناء عليها توجيه الاتهامات، والتي كثيرة ما تخضع لتدخلات خارجة عن نطاق منظمة العدالة، وكذلك يجب إعادة النظر في ملف المحتجزين اليوم المدانين بأحكام الإعدام. وأريد أن أعيد النسبة مرة أخرى، نتحدث عن 30% على أقل تقدير، هذا حسب التقديرات الحكومية، هناك تقديرات دولية تشير إلى 50%، ولكن على أقل تقدير 30%، وهذا رقم مهول جدا. ومع ضرورة أن يتلازم هذا الأمر إعادة النظر في المحتجزين حاليا أو إعادة النظر بالأسس التي يتم عليها توجيه الاتهامات، أن يتلازم مع محاسبة كل المتورطين في إلصاق التهم بالمواطنين وتعويض المتضررين منهم. نعم، إذن كنت ضيفا عبر سكايب من عمان الباحث القانوني في المرصد الأورو المتوسطي عمر العجلوني، شكرا جزيلا لك.